راح استعرض لكم اليوم ساعة كلاسيكو مينيفاكتشر 40 ديمتر. أتمنى أنكم تتابعونا، الفيديو راح يكون مرة حلو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم ومساكم بكل خير. معكم OWB Watch، راح استعرض لكم البوكس البسيط هذا من شركة لويس ناردين. طبعا راح يكون في اللي هو قلم ومحفظة خاصة بالباسبورت، وأيضا في عندنا كافلينج والساعة. أهم شيء عندنا مميزات الساعة اللي راح تكون طبعا اللي هو مانيفاكتشر أوتوماتيكس ووتش، بيكون أيضا عندنا اللي هو ووتر ريزيستنت 30 متر. الكيس راح يكون ستان ستيل بلول بالنسبة للدايل، والليذر بالنسبة للستراب، سفاير كريستال بالنسبة للجلاس، وأيضا عندنا راح يكون هاند وايندينج بالنسبة للديميتر 40 متر، وبالنسبة للثيكنس راح يكون 10 متر. بالنسبة طبعا للباور ريزيرف 48، والفريكونسي راح يكون 28000 نبضة في الساعة. لأي سؤال أو استفسار عن الساعة هذه وعن الطقم بإمكانكم التواصل معنا على الأرقام الموجودة على الحساب. طبعا نرجع نأكد مرة ثانية أن هذا الطقم راح يكون مستخدم طبعا، وأيضا إحنا راح نتقبل أي تسعيرة راح تكون عن طريق الخاص. أي سؤال أو استفسار نتمنى منكم التواصل معنا على الأرقام الموجودة على الحسابات عندنا، أو التواصل معنا خاص عن طريق الانستغرام. شاكرين لكم حسن المتابعة، ونتمنى لكم أمسية ممتعة.